اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، من وجهه نظرك الورقه الرابحه او من وجهه نظرك اللي انت شايفه النادي الاهلي يلعب ازاي بكره؟ طيب يعني خلينا اقول لك، ولا انت عايز تتكلم عن نقاط الضعف الاول؟ لا يعني ما انا هاخدها لك، ما انا هاخدها لك معاه. يعني خليني اقول لك ايه اهم حاجه، انك لما تيجي تلعب البايرن لازم تشتغل على شقين، الشق النفسي والثقه. حاجه المهمه قوي في الشق النفسي والثقه انك انت تحسس اللعيبه ان الامر عادي جدا، وهم كمان لازم يحسوا ان هم يقدروا، وتحسسهم ان هم يقدروا ولكن بحذر، لان الفرق اللي زي الباير مش زي الفرق اللي في الدوري. لما تخطا معاهم بيعاقبوك فورا لانهم فرقه جامده. طب نتكلم على نوعيه اللعيبه اللي تقابل لعيبه الباير، دي حاجه مهمه جدا. يمكن انت لما بتيجي تتكلم على تشكيل فرقتك بتقول تشكيلي ثابت، ممكن العب ده والعب ده، انا لعبت اخر مباراه كذا. لا، مباراه الباير ما ينفعش فيها الكلام ده. مباراه الباير لازم تنقي العناصر اللي تقدر تناسب الكوره دي. ايوه. بمعنى ايه؟ بمعنى لازم يكون في عندهم قوه، عندهم سرعه، عندهم انقضاض سريع قوي، قليلين الاخطاء بالذات في الناحيه الدفاعيه. يعني انت بتتكلم على، من وجهه نظري احنا الرباعي ثابت عندنا، بس يمكن اتمنى ان بيكام يلعب باك رايت بكره مش محمد هاني. عشان الحته الدفاعيه، وعلشان الجنب بتاعهم جنب الشمال فيه سرعه وقوه. وهم دائما بس هاني لعب قدام ناس كتير برضو كده. لا بس انا من وجهه نظري ان بيكام من الناحيه الدفاعيه اقوى، وان القوه بتاعته تناسب اللعب الالماني. لكن هاني الحته الدفاعيه بتاعته يعني كويس وكل حاجة وهايل، ولكن مش زي بيكام. تمام. فعلشان كده أنا برجح إن تلعب ببيكام وتلعب بالثلاثي اللي بيلعب، اللي هو أيمن أشرف، بدر وعلي، وبدر وعلي معلول. مين اللي هيقف جون طيب؟ لا الشناوي طبعًا. لازم تحط واحد قدامهم وهو حمدي فتحي. ليه؟ لأن لازم نغير شوية في طريقة اللعب، ما نقدرش نلعبهم 4-2-3-1. اوكي. لان هم هيقابلوك 4-2-3-1، عندهم واحد خطر اسمه مولر بيلعب تحت. المولر ده لو اتساب ده اللي بيبقى خافي، زي ما انت عندك قفشه لما بيتساب. ولكن مولر لو اتساب هتبقى مشكله كبيره، لانه غول على الجون على طول، بيساند الناحيه دي وبيساند الناحيه دي، بينزل يدافع، بيعمل ضغط كويس قوي، وبيلف وبيروح على الجون، وبيبقى فاضي في الحته دي. عشان كده انا بقول لك لازم يلعب حمدي فتحي قدامهم، عشان نلعب 4-1-4-1. يبقى حمدي وفتحي الاثنين اللي في الوسط، الديفندرات قدام حمدي، اللي قدام حمدي السوليه وديانج. اوكي. ولازم طرفين يكون عندهم سرعه وعندهم قوه الانتقال او السرعه الانتقاليه كبيره. زي طاهر محمد طاهر ناحيه الشمال، وانا رايي انه كهربا يبقى ناحيه اليمين. ليه؟ كهربا لعيب عنده خبره، يقدر يروح، يقدر يكمل ورا مش بواليه. من وجهه نظري محمد شريف. ليه؟ محمد شريف اخف في السرعه. محمد شريف يتحرك كتير حوالين فرقه الباير، لان فرقه الباير انت لما تيجي تلعبها هتبص تلاقيها بتضغط عليك من كل مكان. مزبوط. ولكن عندهم يعني ضعف انا بشوفه، بس بشوفه مع الفرق الكبيره. على فكره لما لعبوا في بطوله اوروبا، في لما كانوا في مجموعه اتلتيكو مدريد ولوموكوتيف وريد بول، ما خسروش الا بونتين بس، تعادلوا. تمام. يبقى حضرتك من وجهه نظرك ان ده التشكيل الاقرب، ده الاقرب او يعني من وجهه نظرك. لا انا من وجهه نظري انا اللي في السرعات اللي انا بتمناه، اللي في السرعات، اللي في القوه، اللي الكره الثانيه يقدروا يجيبوها، اللي هتقول لي ناس كتير هتقول لي طب وقفشة لما يجي يلعب في الحته دي، هم مش هيدوك فرصه للعب. تمام. احنا عايزين ناس تجاهد شويه علشان نجهدهم، وبعدين ممكن تدي رد الفعل. اوعى تعمل معاهم فعل في الاول. تمام. خلينا نشتغل على رد الفعل، مش معناه ان انا هدافع 100%، لا ده انا بالعكس، انا اي فرقه حتى هم لما يجوا هيلعبوك احيانا يعملوا عليك ضغط، لانهم هم بيعملوا يعني من الفرق القليلة في العالم اللي بتقسم الوقت أو بتقسم الشوط الواحد لثلاث مراحل. بيلعب ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة. الربع ساعة الأولى تلاقيه ضاغط وعامل سرعات، والربع ساعة الثانية على حسب النتيجة ينزل ازاي. أيوه. وبعدين يطلع تاني، وبعدين لما ينزل الشوط الثاني بيعمل ايه. فأنا عايز حاجة مهمة كمان، أنا ليه قلت على التشكيل ده؟ لأنه قليل الأخطاء شوية، لأن احنا عايزين نقلل من أخطائنا
كتير قوي، وعايزين الكوره اللي تبقى بالنسبه لنا احنا سليم 100%. الحاجه الثانيه المهمه اللعب العكسي بتاعهم، بمعنى ايه؟ بمعنى هم بيهاجموا احنا لازم نحضر للهجمه المرتده بتاعتنا. بالزبط. يبقى عندنا مجموعه بتدافع كويس قوي وبتشتغل في الدفاع، ولكن الحركه ما بين لما بتدافع هتهاجم ازاي، ولو هاجمت هتدافع ازاي، لان ما ينفعش نديهم اي مساحه وما ينفعش نخطا معاهم كتير. الاخطاء معاهم يعني ايه، عاوز اقول لك لما بنلعب في الدوري المصري الفرقه لما بتيجي تخطا قدام فرقه ممكن تخطا 5 مرات، الفرقه ممكن تجيب جون بالعافيه او ما بتجيبش او فرصه تعمل فرصه، لكن لما تلعب فرقه زي الباير وتخطا 5 4 مرات صدقني الموضوع العقاب بيبقى سريع وقوي جدا، لانهم لعيبه غاليه جدا ولعيبه عندها سرعات ولعيبه اقويه جدا. ولكن في حاجه بقى اهم من كل ده، روح اللعيبه، وانهم في كل كوره يبقى فيها قتال بس بذكاء. يعني ما ينفعش تكون لعيب متحمس قوي من غير ما تشغل عقلك، ما ينفعش تسيب زميلك يبقى في مكانه ما تعملوش سبورت. لازم الملعب يبقى عباره عن سلسله واحده، التحرك بتاعنا يبقى جماعي من ناحيه اليمين لناحيه الشمال، الثبات والانفعالي بتاع اللعيبه، ما نجرجرهمش، ما نسرعش اللعب، ما نسرعش اللعب. احنا عايزين نهدى 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 والكره ننقلها، والنقل بتاعنا يبقى في نص ملعبهم وليس في نص ملعبنا، لانه بيعملوا ضغط جامد.